هنروح لاتحاد الكوره بيحدث سرا الان، خد مني، بيحدث سرا الان، بيحدث سرا الان اتصالات ما بين رؤساء الانديه لابلاغ الفيفا وسحب الثقه من احمد مجاهد ومن معه. هو ده يعني. بص اللي انا بقوله لك ده معلومات، تم ما تمش اتمنى الا تجهد الثوره الجمهوريه الجديده، اشتم فيها رائحه الثوره في الرياضه. انا بقول لك اهو معلومه، اشتم رائحه ثوره جديده في الرياضه المصريه مع الجمهوريه الجديده. نظف بقى يا عم، ويا ابص على جزمتك يا ريس، الشعب زهق والله العظيم، الوجوه دي كرهناها. مش كبني ادمين، لهم منا كل الاحترام. انا يا عم 50 سنة اشتغلت في المهنه دي سنه 89، ما تغيروش يعني. جربت اموت، نفسي اشوف وجه جديد قبل ما اموت. وفي ناس 80 سنه بيقولوا نفس الكلام. رؤساء أندية الدوري الممتاز وأندية الممتاز به وأصحاب الأصوات في الجمعية العمومية عليهم مسؤولية، فلتغير عتبة بابك. كفاية بقى مهزلة وقلة أدب، كفاية بقى. العالم النهاردة عاملنا كوميكسات ضحك يا جماعة، يا جماعة النهاردة بنلعب الأسبوع مش عارف 590، والدوريات العالمية اشتغلت في الأسبوع الثاني. يا ناس أقول يا لهوي، أقول يا لهوي ويا مراري. يا جماعة في إيه يا جماعة؟ ما شايفينش العالم؟ ما شايفينك النهاردة باريس سان جيرمان عمل لي خبلان في دماغي. النهاردة تقديمة الخمس لعيبة حاجة تخلي المخ يفوت. شوف يا عم الناس شغالة إزاي، شوف الدنيا فين، شوف الدوري الفرنسي بكل ما اوتي من عظمه. السنه دي التصوير مختلف، رغم انهم ناجحين كانوا في التصوير. المنتاليتي، اصدق بالله انا شفت مباراه نيس، اتفرجت على نيس الفرنسي، الحكم بسم الله انا مش عايز احسده، حته دين ستايل حكم يا جماعه، اقسم بالله ملكان في باترينا، والله العظيم ملكان في باترينا حكم مباراه نيس النهارده. ايه يا عم ده، تواقف وسطه بالمزورة، عضلات بسم الله ما شاء الله، يجمع ما بين الجمال وما بين الرشاقة وما بين وما عملش غلطة في الماتش. والله العظيم تخيل، انا كنت بتفرج على الماتش وعينيا كلها على الحكم. احنا شغالين بقى يا خبت، يا نيلة بختك يا فكرية، هات لنا سعيد حمزة، لا هات لنا عاشور، طلع لنا من التلاجة الحاج مش عارف جريشة، والنبي ما عندكش حد عايز يعتزل يكون في الفريزر تديله ماتش قبل ما يروح. في يا جماعة، في يا جماعة، رؤساء الأندية الآن يدرسون بقوة سحب الثقة من لجنة مجاهد وإبلاغ الفيفا رسميا بأنها أساءت إدارة الرياضة المصرية، كرة القدم المصرية في هذه المرحلة الانتقالية. ده خبر مش منتشر وسري، وشغالة فيه، شغالة عليه ناس كتير. إن تم عديهم تعظيم سلام، وإن ما تمش أقسم بالله ربنا ما هيصلح لنا الحال. أحمد مجاهد يفرش الطريق رمال وحنة وورد لكي يصل هاني أبو ريدة إلى عرشه. بص وإنت بتحب البلد انسى اي حد، تعالى. احمد مجاهد كان فين قبل ما يبقى رئيس اللجنه؟ كان شغال ماسك مكتب هنا بوريده اللي ورا نادي الصيد، وبيقابل الانديه ويتكلم معاهم في انتخابات هنا بوريده، فجاه بقي رئيس اللجنه. هيشتغل لحساب مين؟ هيشتغل لحساب امي؟ ولا لحساب مصر؟ لا طبعا. هيشتغل لحساب الولي الفقيه ولي نعمته. انا مش متقبل منه حتى العدل. خلي بالك من النقطة دي، وصل إلى مرحلة محدش متقبل منه حتى العدل. عشان بس محدش يقول لك، أنا على فكرة مؤمن إنه دارس لوايح وشاطر وهايل، ولكن مش متقبل منه العدل يا عم.
مش قابله خلاص، الناس مش قابلاه، وانا لسان حال الناس. في ثورة بتحصل، اتمنى الا يجهد الثورة بتوع السبابيب وبتوع المصالح، وانا حبيت اطلعكم على تفاصيلها على كم بس تعرفوا، مدام الكبير اتكلم الدنيا كلها بتتعلم. احفظها كده، والله من اول ما اتكلم الرئيس مع يوسف الحسيني وانا قلت اخيرا في نفسي كده، اخيرا يا مصر. النهاردة كلام الرئيس عن التعصب، اوعى تفكر فيش حاجة. بص انا رئيس اتحاد طلاب جامعة الازهر 3 سنين، وخلي بالك من النقطة اللي بقولها لك، انا مش بكلمك عشوائي ولا ما عنديش معلومات. ايوه قل ما تريد امام الرئيس، انا التقيت الرئيس اكتر من 15 مرة، كان وقتها الرئيس حسني مبارك، مش مرة ولا اتنين، واخد بال حضرتك؟ قل ما تريد، ولكن انت العالم هيتفرج عليك. نفترض طلعت قعدت من الخضة اغمى عليك، واحنا في عصر السوشيال ميديا، مش هقول لك يا عم قلت حاجة غلط. فخلي بالك الامور دي، ايوه محدش هيقول لك تقوليها، انا محدش كان بيقول لي قوليها، ولكن كان الدكتور مفيد شهاب ربنا يديله الصحه، والدكتور عبد الحميد شلبي رحمه الله عليه كان رئيس معهد اعداد القاده، والدكتور مفيد شهاب كان وزير التعليم العالي، كان يقول لي خد يلا عبد الناصر، اجي معالي الوزير يقول لي هتسال الرئيس فيها، اقول له والله بفكر في سؤال مش عارف ايه وسؤال ايه، يقول لي لا ممكن تتكلم في كذا كذا كذا، لكن كان في ناس ياخدوا الاسئله في ورقه ويحفظوها علشان خاطر يقدر يكون بيتكلم بفصاحة أو لغة عربية. أنا من الناس اللي كان الدكتور مفيد شهاب حتى وسط الطلبة أول ما أقوم كده يقول عبد الناصر يقول اللي هو عايزه، بس كان يعرف الفكرة اللي أنا هتكلم فيها إيه. فما فيش كلام، في مقام رئيس دولة وعلم بينقل يعني، وده مش عيب، في العالم كله كده، خلي بالك في العالم كله كده عشان بس تبقى فاهم، الا الحاجات اللي في الشارع التلقائيه. فانت النهارده لا، انا بقول لك في تغيير وهيحصل، ولكن حبيت اشارككم لاني بقول لك النهارده التحركات دي ظلمت في وجود ماتشات مهمه، ولا اعتقد ان الاعلام بتاعنا هيهتم بيها قوي، لان كلهم على راسهم بطحه، وكلهم عارفين ان هم كان يحصل اصلاح لازم يمشوا، فهتلاقي ناس كتير ما تتكلمش. انا هو بوجه نداء لكل القنوات الفضائيه، النهارده اهو الحد ما فيش ماتشات وخلاص، عندنا 3 ماتشات، يا ريت تخصصوا استوديوهاتكم التحليليه النهارده، يا ريت تخصصوا برامجكم الرياضيه على الكلمتين اللي قالهم الرئيس، بس قولوهم بما يرضي الله زي ما احنا قلناهم، ما تقولهمش الحسابات. وايه رايك يا معالي الوزير في الكلمتين اللي انا قلتهم؟ بص انا رميت الهلب على حطب عشان خاطر حضرتك مش عارف ايه، كفايه مصر اكبر مننا كلنا. وانا كنت سعيد جدا لما كلمني رؤساء انديه كتير بحكم علاقاتي، وقالوا لي في تحركات من رؤساء انديه بان احنا نبعت للفيفا بان احمد مجاهد ضل الطريق وبيدير الاتحاد وحده وان واي، ومعاه مع احترامي شخصين محترمين، ولكن في سوء الاداره عيلين مش عارف جايبهم منين، مع كل الاحترام والتقدير ليهم، حد يزعل مني فوق دماغي، ولكن انا بتكلم عليهم كاداره. يعني حتى اللجنه الثلاثيه لا تليق بينا ولا الاختيارات تليق بينا، احنا مصر يا جماعه، احنا مصر، احنا مصر. وكأني أستحضر أحمد زكي، والله يا ريس الله يكون في عونك يا ريس، والله بص هاتهم كلهم دول يا ريس كده في سرادق زي اللي كنت حضرتك بتسأل فيه الشباب، كلهم هاتهم كده والله العظيم، الأولمبية على التعلية على الوزارة على الإعلامي كلهم كده يا ريس، هاتهم وغديهم ووجه لهم الشكر، أقسم بالله هنعمل لك تمثال ذهب في ميدان التحرير، والله ما فيهم حد يصلح، الحمد لله، واللي بيطلع من وسطيهم ربنا يكرمه بيجيبوا الأرض. حاسبوا بالقانون المقصرين وغيروا هذه الوجوه. ده بس أعتقد إن في ناس كتيرة بتسمع الكلام ده يعني بتستغرب، بس ده الوضع الحالي في الرياضة المصرية.
ده الوضع الحالي، وأرجوكم ساعدوا الريس ولو ببوست ولو بكلمة، والله كل حاجة بتوصل. وعنده في الرئاسة فيها رصد للسوشيال ميديا، واوعى تفهمني ان الريس بيتكلم عن التعصب ويقول لك مصراوي. الريس اشطر واحد في المسؤولين في مصر، يعرف يخاطب الشعب بتاعه وبيهتم باللي بيتكتب بسوشيال، لان بيعتبره نبض من الحاجات المهمة لمقياس الرأي العام. انت عمرك شفت حد بيقول لرئيس انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ هو ده ليه ابعاد. الناس اللي قاعده تقول لك الدوري موجه والدوله عايزه الدوري في متعوبه، واحد تاني يقول لك لا يا عم طب بطولات كلها الدوله اديتها للاهلي. الاسئله دي ليها دقه وليها معنى، واحيي الرئيس على اجاباته المهذبه كالعاده، وامسك على يديه ومعاه لنهايه الطريق، وسنتحدث بما يرضي الله لعل كلمه نقولها تساعد على اصلاح الحال. وارجوكم اكتبوا على صفحاتكم وقولوا، بس من غير ما تكون اهلاوي ولا زملكاوي، تجرد وكن مصري، قول اللي انت شايفه بما يرضي الله، قول مش عايز تشوف مين، وقول الفساد اللي موجود، وقول اللي نفسك فيه، وقول لحظات الدموع اللي بكيت فيها وانت نفسك كيشو يجيب ميدالية ذهب واتغلب في اخر 30 ثانية. انا بكيت، قول انك بكيت لما فريال جابت الذهب. الاولمبياد دي اثرت في الشعب جامد يا جماعة.